إعلان رئيس الجمهورية عن استقالته عبر إخطار رئيس المجلس الدستوري بإنهاء عهدته حديث الساعة. الطبقة السياسية وعلى اختلاف مشاربها سارعت للكشف عن موقفها من هذا القرار. علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات يرى أن استقالة الرئيس بوتفليقة نتاج تشبث الشعب ومقاومته السلمية التي لاقت مساندة المؤسسة العسكرية، معرجا على أهمية المادة السابعة والتي تؤكد أن الشعب مصدر كل سلطة مرفوقة بالمادة الثامنة من الدستور. أتت الاستقالة بفضل المقاومة الدائمة والمستميتة والسلمية والحضارية للشعب الجزائري وأيضا لأبنائنا في الجيش الوطني الشعبي وإخواننا في الجيش الوطني الشعبي. ماذا ينتظرنا الآن؟ هو الوصول إلى تطبيق المادة 7 والمادة 8 من الدستور. الأفلان عبر عن ارتياحه لإقدام الرئيس على الاستقالة، خطوة غلب فيها بوتفليقة مصلحة الجزائر وجنبها الوقوع في مخططات كانت تحاك ضدها من قبل أجندات أجنبية. نحن في حزب جبهة التحرير الوطني سجلنا بارتياح استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك هذا يترجم إرادة الرئيس في الاستجابة إلى طلب الشعب وغلب مصلحة الوطن فوق كل شيء. المستوى الذي يوجد فيه رئيس الجمهورية فهو على علم بكل ما يحاك، يعني خاصة من الخارج والخطط الجهنمية التي كانت تبلور في مكاتب دولية. فنحن لا نشكك أبدا في ذكاء الرئيس. أما عن جبهة المستقبل، خيار الاستقالة كان صائبا، إجراء دستوري جنب الجزائر من أي انزلاقات، مثمنا وقوف الجيش إلى جانب أبناء بلده. اعتبار استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته قرارا من شأنه تسهيل عملية الرجوع إلى المسار الدستوري الشرعي القانوني الكفيل بتجنيب الجزائر وشعبها خطر أي خطر أو أي انزلاق. ثانيا، اعتبار المواقف الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي بصفته مؤسسة دستورية جمهورية جاءت معبرة عن مطالب وطموحات وأمال الشعب الجزائري وحامية لأحكام الدستور ولقيم الجمهورية. إجماع من قبل الأحزاب السياسية الموالية والمناوئة على أن قرار الرئيس والمتمثل في استقالته الحل الأصح لتحقيق مسار الانتقال الديمقراطي السلس واستكمال مسار بناء جزائر الغد. أما لقطاع واسع من الجزائريين رأي آخر، أحزاب تحاول ركوب الموجة لإعادة التموقع بعد نهاية عهد بوتفليقة.